إطار استراتيجية شبكة المقاهي الثقافية بالمغرب وضمن البرنامج السنوي الثقافي 2019-2020 نعيش اليوم لحظة ثقافية استثنائية عبر الملتقى الجهوي الأول للمقاهي الثقافية بجهة سوس ماسة. هذا الملتقى سوف يشارك فيه مجموعة من المقاهي ممثلين المقاهي الثقافية داخل هذه الجهة تيزنيت أكادير أيت ملول لوضع برنامج ثقافي خلال هذه السنة وكذلك ملامسات القضايا الثقافية والفنية والتربية اللي يمكن ندولها داخل هذه المقاهي الثقافية. ثم أنه حضور مجموعة من الفعاليات الثقافية يأتي في إطار انفتاح شبكة المقاهي والشركاء ديالها على المدينة، على مبدعي المدينة، على فنانين عتي المدينة. والغاية من وراء هذا اللقاء وهو أنه خلق حوار جديد بين أرواد المقاهي، بين ضيوف هذا الملتقى الجهوي في أفق اتساع خريطة الشبكة للعديد من الجهات والمدن عتي المغربية. ثم أنه نفكر الهدف ديالنا وهو تحويل هذه المقاهي إلى فضاءات ثقافية، استقطاب مجموعة من رموز الإبداع والفن المغربي. على كل حال، حنا دابا في واحد من المقاهي الأدبية اللي هي الآن أصبحت نشيطة في أكادير وفي الجهة أيضا ديال سوس ماسة، وهذه واحد الظاهرة اللي هي يعني كنعتبروها بأنها تحول نوعي في العمل، لا ديال المقاهي في حد ذاتها ولا ديال العمل الثقافي والفضاءات الثقافية، بحيث أنه هاد المزج بين وظيفة المقهى الترفيهية والوظيفة الثقافية ديالو كيعطي واحد المعنى آخر لكيفية يعني التعاطي مع الثقافة في الفضاء العام. وهذا اللقاء اللي كاين اليوم بالإضافة لأنشطة أخرى اللي سمعت بأنها غادي تكون عاودة غدا في تيزنيت، وهذا هي أنشطة غادية في هذا الاتجاه. هذا أولا باش تعطي لهذه الفضاءات واحد لاسيز اللي هي عندها ضمن المؤسسات الثقافية اليوم، فضاءات ثقافية اللي كاينة في البلاد، باش تاخذ الموقع ديالها في هذا الاتجاه هذا، باش تاخذ يعني الاعتراف ديال المجتمع بها وديال ايضا ديال النصوص التنظيميه اللي جاري بها العمل في المجال الثقافي بهذه المؤسسات هذه كمؤسسات ثقافيه. وبالتالي يعني دراسه كيفاش تبادل التجارب ما بين هذه المؤسسات هذه وشنو هي الافاق اللي يمكن تمشي فيها باش تولي فاعل ثقافي من ضمن الفاعلين الثقافيين اللي كاينين في اليوم في الساحه الثقافيه الوطنيه. وهذا اللقاء اليوم كيعطينا واحد صوره على ان هناك امكانيات هائله للبحث او كذلك لتشبيك مجموعه من المقاهي الثقافيه سواء باكادير ايت ملول انزكان، وكذلك ما نساوش مناطق اخرى بحال تيزنيت بحال مدن اخرى اللي تابعه الجهه، ولما لا مناطق اخرى على مستوى جنوب المغرب. ونتمنوا انه هذه مبادره حنا كفضاء سرير، حنا غدا غيكون عندنا ولا يوم 12 اكتوبر غيكون لقاء بين اصحاب المقاهي واصحاب المشاريع المقاهي الثقافيه لمناقشه مسائل اللي ممكن ان نطوروا به هذه المشاريع ونطوروا به هذا المشروع اللي تيبان اساسي ومهم بخدمه لهذا المجتمع وخاصه المجتمع المغربي اللي ما احوجنا الى الثقافه من اجل التغيير. وشكرا.